السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم أدفانس في فيديو جديد. اليوم وصلنا طرد جديد، هذا بالبريد الغير مسجل أو البريد العادي. هذا البريد هذا أخذ حوالي 3 أشهر، تقريبا 3 أشهر للوصول. كما كنا شفنا في فيديوهات سابقة بأن البريد العادي كنا نقول أنه لا يصل في هذه الأيام، لكن بدأ يصل في هذه الأيام، هذه الأسبوع الأخير بدأوا يطلقوا هذا البريد الغير المسجل. إذن هذا البريد هو بريد صيني أرسل إلى تركيا، ثم من تركيا بدلوا له رقم التتبع، راهم حطوا ورقة فوق الورقة الأولى تاع الصين، بدلوا له رقم التتبع، وأصبح الآن يمكننا تتبع البريد في الجزائر. إذن هذه الخطة اللي داروها مش عارف، لها كانت مؤقتة فقط بسبب هذا الكومبروم اللي صرا، ولا غادي تكون خطة دائمة، يكونوا يديروا لنا هذا البريد أيضا يولي مسجل مثل البريد اللي كنا نشوفوه من قبل، مسجل نولي نقدروا نتبعوه في الجزائر. إذن هذه الخطة هذه تتعلق فقط بالبريد التركي، إذن فقط البريد اللي يجي من جهة الترك، من الصين إلى تركيا، ثم من تركيا إلى الجزائر، أصبح يمكن تتبع هذه الطرود. إذن عندي هذا الطرد، عندي طرد أيضا إن شاء الله راه قادم إن شاء الله في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. إذن هذا أيضا خلصت عليه 130 دينار جزائري. كما تشوفوا نقوم بفتحه مع بعض. هذا حقيقة ما يسحقش واحد الطبقة حماية، نحطينها مباشرة في العلبة. قصوا العلبة تاعنا. إذن هذا هو المنتج تاعنا، هي علبة تونيفيس بريكولاج. العلبة دايرة كيما لي بورتفاي. إذن هذا في حوالي تقريبا 25 بياس، 2 3 4 5 6. إذن 6 × 4 = 24 بلس برينسيبال، هذه اللي تحيو فيها ليفيس. هذه الدور هذه فقط باش كي تحط يدك هنايا تلقى الدور. إذن هذه العلبة مخصصة لفتح آلات صغيرة مثل لي بورتابل، ولا فيها 24 مسمار بلس هذا اللي يحطو فيه. كما نلاحظ هنايا اطاشي بهذو لي فيس هنايا، حيت ما يكونوش ما يتودروش، ممكن تنزع اي واحد من هادو تسقى هنايا واللي يخدم عادي. في واحد الكروشاج هنايا خفيف، يولي يخدم مباشرة. كمل تبدا عادي، نبدا ننزع هذه الطريقة. إذا هذا المنتج هذا مفيد جدا. إذا هذا الماتيريال راه يدخل للجزائر بصفة عادية، ممكن تصيبه إما هذا المنتج، ممكن تصيبه عبارة عن هذا المنتج هذا، هذا شريناه من الجزائر، هذا تقريبا نفس الطريقة القديم، هذا حوالي 250 دينار. هادو هادي نقام شوية غادي من علي اكسبريس، تقريبا نقام 90 ألف ولا مهم. كان كل هذا لنهار اليوم، نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.